الميلاد الف مبروك يا كابتن سامي. اللعيبه النهارده حبت تحتفل بعيد ميلادك وعيد ميلاد قفشه بطريقه خاصه. الحمد لله مبروك الاول، اهم حاجه طبعا المكسب، الحمد لله ربنا كرمنا. قفشه نفس سنك يا فنان؟ نفس السن. طبعا جمهور النادي الاهلي اهم حاجه، مبروك جمهور النادي الاهلي، مكسب مهم جدا، والحمد لله احنا قدرنا نحقق الهدف. ان شاء الله اتمنى ان شاء الله الاستمراريه في المباريات اللي جايه ان شاء الله، ونحقق لسه لنا خطوه ان شاء الله اللي جايه احسن ان شاء الله. دي من المباريات اللي لازم تحسم على تفاصيل بسيطه. شفنا جيم كبير قوي اتلعب من لاعبي النادي الاهلي النهارده، يشكروا عليه كل افراد ال 11 لاعب اللي كانوا في ارض الملعب والثلاثه اللي نزلوا بدلاء. طبعا انت عارف انت بتلعب فرقه مميزه جدا على ارضها، بتلعب باسلوب، يمكن احنا اتكلمنا معاك قبل كده ان الفرقه دي بتلعب باسلوب مختلف عن الماتش الاولاني، بيلعبوا كور سريعه، بيتحركوا من غير كوره كويس، عندهم لعيبه مهاريه كويس، الحمد لله قدرنا نتعامل معاهم. ساعدنا طبعا الجول ان احنا حرزناه في الهدف في الاول، وانت عارف ان الماتشات اللي بتبقى بره ارضك مهمه جدا ان انت تسجل فيها. الحمد لله لعيبه رجاله وادوا اللي عليهم واكتر، ان شاء الله اتمنى ان شاء الله التوفيق الماتش الجاي باذن الله. كابتن سامي